أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي استعرض نتائج اجتماع المجلس التنسيقي الأول للبنك المركزي، فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة، حيث استعرض إجراءات وزارة التجارة والصناعة لتطوير المناطق والمدن الصناعية. توقيع اتفاقية الخرطوم ووزارة الخارجية، الاجتماع السداسي خطوة هامة ويؤتي ثماره. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيب أن مخرجات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والذي عقد بالخرطوم على مدار أيام 27 و 28 و 29 من ديسمبر تعد خطوة هامة على مسار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الموقع على مستوى قادة الدول الثلاث في الخرطوم في مارس 2015 بخصوص سد النهضة. ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي جاءت ثمرة جلسات عمل استمرت على مدى 3 أيام من الجلسات المغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي. خطة لتأمين الكنائس وأماكن التجمعات خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد. أنهت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة الخطة الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات. وزارة النقل لا زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق. نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم صحة ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث من مترو الأنفاق لتصبح 3 جنيهات بدلا من جنيه واحد. أقال إبراهيم إن التذكرة ما زالت بجنيه واحد على الخطوط الثلاث ولم يصدر قرار بشأن زيادتها، موضحا أن تصريحات وزير النقل بإمكانية تحريك الأسعار اعتبارا من الخط الثالث جاءت طبقا لتكلفة التشغيل. رياضيا، شوبير عبد الشافي مرشح بقوة لرئاسة الأهلي والمنصب لم يعرض على الخطيب. أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير أن الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مطروح بقوة لمنصب رئاسة النادي الأهلي خلفا للمهندس محمود طاهر والمنصب لم يعرض على محمود الخطيب. وإلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شتوي مائل للبرودة شمالا، مائل للدفء جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء تكون متكثرة على شمال البلاد وأقصى الجنوب، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين 2 إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.